في عام 2014 فاز برنامج حياتكم اللي كنت أشارك في تقديمه وإعداده بالجائزة الذهبية مناصفة في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون. وفي عام 2015 تعينت مدير مكتب جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والأدب. وفي عام 2018 فاز برنامج نزوة اللي كان يقدم احتفاء بنزوة عاصمة للثقافة الإسلامية بجائزة التميز الإعلامي عن فئة البرامج الثقافية بالتلفزيون في مجلس الوزراء العرب في القاهرة. عام 2012 تم تشخيص مرضي بمرض سرطان الثدي المرحلة الثانية، اللي ساعد على أني أكتشف هذا المرض الفحص الدوري اللي كنت أقوم به. هذا الموضوع تعلمته وأنا يمكن تقريباً في الأربعين، تعلمت أني متابعة الفحص الدوري، ويمكن هذا اللي ساعد أيضاً على أن نحن نتوصل للعلاج لهذا المرض. والحين الحمد لله أنا بعد 6 سنوات من إصابتي بهذا المرض، الحمد لله أمور الصحية ممتازة جداً. وحملتنا هذه السنة القائمة على هذا الجانب وأهميته، الحملة راح تتنقل في مختلف محافظات السلطنة، وممكن عشان تساندوها وتشاركوا في هذه الحملة تشوفوا العناوين والمواقع اللي راح تظهر على الشاشة بعد قليل.